كل سنة وانتم طيبين والعالم العربي بخير وصحة وسعادة. مرحبا بكم في أفريكانو مساء من داخل أطعمة السلحفة حمراء الأذن. حمراء سلحفة حمراء الأذن دي أساسها أمريكا مش مصر ولا الدول العربية. تكثرت كتير عند الناس وتمت التجارة فيها كتير على مستوى العالم. من أنواع السلاحف اللي ممكن تألف وتعيش وتبقى صديقة لك، بس هي ميزتها إن هي برمائية. يعني اسمها إيه؟ برمائية. تعال نشوف وهي بتاكل وشكلها جميل جدا، وهم مستنيين الوجبة بتاعتهم حاليا. الساعة ما يعادل عن 12 ونص دلوقتي أو واحدة. اتفضلوا معانا. تعالى يا أستاذ صور، معلش. خلاص ورا 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 أهو ورا أه 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 كده أهو ورا أهو. سلاحف حمراء الأذن من السلاحف اللي يعتبر مرغوبة في العالم إن الناس تربيها، لأن شكلها جميل جدا. الذكر لا يزداد حجمه عن 25 سنتي، من 20 ل 25 سنتي. دايما الانثى اكبر في الحجم، بتزيد لحد 33 سنتي. الانثى حمراء الاذن اهو 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 اهو. يلا انا والشيخ. تبيض في السنه مره واحده في فاصل الربيع اللي هو فاصل الشتاء في دخول الصيف. تحتضن البيض بتاعها قريب من الماء، من المكان اللي هي تعيش فيه. تحتضن البيض من 60 يوم الى 90 يوم. الواحدة تتراوح من 2 بيضة الى 7-8 ممكن، مع حجم عمرها وحجم المجاز بتاعها بيبقى على حسب صحتها. فتجيب اللي هي الايه البيضة على حسب الحجم بتاعها. معلش سامحونا برضو، العلم عندنا مش قوي على قدنا بعض الانواع اللي هي الخارجيه اللي من دول تانية، بس بنحاول نوضح لكم ان احنا نعرف فيها على قدنا. سلحفاة حمراء الاذن مرغوبه في العالم، تم التجاره فيها كتير، بل فيها مكاسب مهوله جدا، فعشان كده كترت. في بعض الاوقات تاكل خضروات، خاص جزر حتت صغيره على شط الميه، عشان تبقى تعيش للنوع من الالفه، يعني تالف. السلحفاة حمراء الأذن من الأنواع اللي ممكن أي حد يربيها بطريقة سهلة خالص. حوض مية صغير، حوض إزاز سفينة، يحط فيه رمل وفي صينية فيها مية. السلحفاة أهم حاجة يكون قريبة من المية. البيض بتاعها هي بتدفنه لنفسها، بتعمل شق طويل حوالي ما يعادل عن 15 سنتي على عمق الرمل، وتردم البيض وتبيض بالراحة، وبعد كده تردم على البيض وتلف حواليه تنقط عليه مية من المية اللي هي على جسمها. نتمنى ان يكون الفيديو ساعدكم ويعجبكم، عجبنا وتنالوا عجبنا. وزورونا دايما في افريكانو طلبة وعلى قناة افريكانو طلبة، ودعمونا على الاقل، تشجعونا ان احنا نستمر معاكم. وكل سنة وانتم طيبين والعالم العربي كله بخير وسعادة.